المعاناة في دارفور السودانية متواصلة مع تزايد أعداد ضحايا الاشتباكات القبلية. لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 33 شخصاً في الاشتباكات التي تجددت خلال الأيام الماضية، ما رفع حصيلة القتلى منذ أكتوبر إلى أكثر من 183 قتيلاً. تطورات دفعت الأمم المتحدة إلى الإعراب عن قلقها البالغ وتحذيرها من تزايد موجات النزوح داخل دارفور وحتى إلى تشاد المجاورة. واشنطن هي الأخرى شاركت الأمم المتحدة القلق واعتبرت أن قتل العشرات وتشريد الآلاف من منازلهم يتعارض بشكل مباشر مع ما يطمح إليه اتفاق جبل السلام. حتى الآن وبحسب المنسق الرئيس لمفوضية اللاجئين في دارفور توبي هارورد، فر نحو 10,000 شخص من منطقة جبل مون إلى تشاد، معظمهم من النساء والأطفال. تحركت الخرطوم لاحتواء الوضع وأعلنت عن خطة محكمة تم وضعها لاحتواء الوضع في المنطقة عبر قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة. وأكد عضو مجلس السيادة الهادي إدريس على ضرورة فرض هيبة الدولة وحكم القانون وحماية المدنيين. وأول من أمس تم الإعلان عن اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين قبيلة المسيرية والقبائل العربية بولاية غرب دارفور. وقع الاتفاق برعاية لجنة السلم والمصالحات المشكلة من رئاسة قيادة الدعم السريع صاحبة الخبرة والإرث الواسع في دارفور وبحضور والي غرب دارفور. احنا قررنا في انه عشان نتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في دارفور انه هنكون قوة مشتركة، قوة ذات مهام خاص. قوام هذه القوة حوالي 3,300، تشارك فيها كل القوات النظامية، قوات المسلحة، دعم السريع، قوات بتاع الحركات المسلحة، الشرطة وجهاز المخابرات.